بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي الدكتور حسام احمد توفيق، او الاسم التجاري او العام او الشهره حسام توفيق. انا استاذ في كليه طب الزقازيق قسم جراحه الاوعيه الدمويه. يسعدني ويشرفني ان انا اتكلم معاكم كلمتين عن يعني ايه كلمه انكل بريكال اندكس. كلمه انكل اللي هو الكاحل، والبريكيال اللي هو العضد. لو قسمنا الضغط الدم في الكاحل اللي هو عادة بيكون أعلى من ضغط الدم في الدراع في نفس الإنسان، يعني إذا افترضنا أن ضغط الدم في دراعي هيبقى 120 مليمتر، في رجلي بسبب الديبندنسي الأفضل أن يكون أعلى 10 درجات، 10 مليمتر مركب. فلو قسمنا ضغط الدم في الكاحل على ضغط الدم في الدراع يطلع لنا اندكس اللي هو اسمه الانكل بريكال اندكس. وفي بعض الكتب كتبها انكل ارم اندكس، يعني اسم قسمة الكاحل على ضغط الدم في الكاحل على ضغط الدم في الذراع، لان في فرق بين الكاحل وبين العضد البريكال اللي هو البريكال ارتري او الشريان العضدي، وده في فرق تشريحيا بين ده وده. الطبيعي عند اي حد فينا ان الضغط الدم تحت يكون اعلى من فوق، وبالتالي الاندكس اللي هو حاصل القسمة بين ده وده يكون واحد او اكتر، واحد واحد من عشرة، واحد واثنين من عشرة. لما يقل لغاية تسعة يبقى في ضيق في الشرايين، لو قل لسبعة يبقى في درجة من درجات الانسداد التام في الشريان، وبالتالي ضغط الدم في الكاحل او حوالين الكاحل تحت بيكون بيوصل لنص ضغط الدم اللي في الذراع. ده كلمة سريعة كده عن الانكل بريكال اندكس. الحاجة التانية اللي كنت عايز اتكلم عنها كمعلومة عامة للناس، الفرق بين الاوردة والشرايين، ودي ناس كتير جدا اصلا بيتلخبطوا في كلمة الاوعية الدموية. الاوعية الدموية والاوعية الليمفاوية دي قنوات بتنقل السوائل اللي داخل الجسم. الوريد شغلته انه ينقل الدم من الاطراف يجيبها ناحية القلب اتجاهها من تحت لفوق، ومن بره لجوه يعني من الجلد اتجاه جوه ناحية العضلات والعظام، وبتدخل للأوردة العميقة في الجسم وبتطلع عن طريق وما بتردش في الاتجاه المعاكس لوجود صمامات بتمنع ان الدم يتراكم في الجسم. ولو الصمامات دي قررها حاجة سواء وجود جلطات او اصابة او عيب خلقي او الصمامات دي بتبوظ، وبالتالي الدم بيتكوم في الرجل اكتر وبيحصل مشاكل، بيحصل تقرحات اسمها تقرحات الأوردة. الشرايين هي اللي بتنقل الدم من القلب لاتجاه الأطراف، اتجاه الذراعين، اتجاه الرقبة، اتجاه المخ، اتجاه العين، اتجاه الأعضاء الجسم كلها، هي اللي بتنقل تغذية. عشان كده الدم بيبقى لونه أحمر، بيبقى محمل بالأكسجين اللي هو أهم حاجة بالنسبة لكرات الدم الحمراء، بينقل كل الغازات والسوائل والمغذيات للأطراف وبيسلمها للأنسجة وبيستلم الدم للراجع اللي هو الوريد. القنوات الليمفاوية قنوات موجودة برضو، هي قنوات رفيعة جدا تكاد تكون لا ترى بالعين المجردة إلا إذا كانت مصابة أو مريضة، وبتبقى بتوصل لأحجام كبيرة جدا اللي هي بتبقى 1 ملي مثلا ولا حاجة، ودي بتبقى منتشرة على مستوى الجسم كله وماشية مصاحبة للأوردة في معظم الاتجاهات، وبتنقل ببطء شديد جدا سائل اسمه السائل الليمفاوي اللي بينتهي به الدورة الدموية أو بينتهي به المسار إلى الدورة الدموية الوريدية في الجنب الشمال والجنب اليمين من الجذع، أعلى الجذع تحت قاع الرقبة. دي كمعلومات بسيطة أو مبسطة، وطبعا كان يفضل أن أنا أكون يكون معايا لوحة توضيحية للكلام ده، لكن إن شاء الله في مرات أخرى تبقى أحسن من كده. شكرا جزيلا.